خلينا نبدأ بنادي الزمالك الأول، وكلام هيبقى مهم وكتير كمان على منتخب مصر إن شاء الله والمشاركة في أمم أفريقيا. في البداية الزمالك عنده فترة توقف دولي، هيشارك في بطولتين وديتين، شايف إزاي ممكن كابتن معتمد يطلع بمكاسب فنية في الفترة دي؟ خلينا نقول في البداية طبعا إن فترة التوقف اللي جات دي هي أفضل فترة لنادي الزمالك من سنتين تقريبا او من ثلاث سنين، ما كانش بتقدر تعمل فتره اعداد مناسبه للموسم او للمعترك اللي انت هتخش فيه سواء في الدوري او في الكاس او في بطولات افريقيا. ولكن الفتره دي انا شايف انها فتره كويسه جدا، فترات الراحه كويسه جدا جدا، فترات الاعداد كمان للفريق هتبقى كويسه جدا. مجلس الاداره الحقيقه يمكن عمل بطولتين هنشارك فيهم في الامارات، مباريات وديه جيده جدا مع فرق مستواها جيد جدا، فبالتالي هتعمل فتره اعداد هنا مع معتمد في البدايه، هنا يلعب معاهم بيهم ماتشين وديين وممكن ما يلعبش مباريات خالص، ويسافر ان شاء الله الامارات تجهيز لمباراه الوديه اللي هتلاعب فيها الوحده ان شاء الله الاماراتي، وبعد كده تلاعب الكسبان ان شاء الله من الاتفاق السعودي ومصلال، وتنتقل بعد كده للدوره الثانيه. الزمالك هيلعب مع الرجاء المغربي، وهيلاعب الكسبان من اهلي جده وهانسري تاونز الكوري الجنوبي تقريبا او الصيني. فمباراه جيده جدا، انا شايف انها هتفيد نادي الزمالك جدا، هيرجع يكون عنده رؤيه للعيبه اللي موجوده سواء الاساسي او هيبدا بالفرقه الاساسيه، وبعدين البدائل اللي هتبقى متوفره عنده من خلال البطوله ومن خلال مستوى اللعيبه الفني داخل الملعب وداخل البطوله. فانا شايف انها فرصه كويسه جدا لنادي الزمالك ان يبتدي يبقى بدايه الموسم، وخصوصا المرحله الجايه هتبقى مرحله حسم. يعني انت عندك نهائي كاس مصر طبعا، ودي بطوله ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك يقدر يحصل عليها وتبقى اول بطوله باذن الله السنه دي، وبعد كده عندنا البطوله الاهم واللي كلنا مركزين فيها بطوله الكونفدراليه، وانت ماشي فيها بخطوات ممتازه، عندنا اخر مباراتين في دور المجموعات، وبعد كده ننتقل ان شاء الله لدور الثمانيه. فدي بطوله احنا كلنا مركزين فيها، وان شاء الله باذن الله تبقى من نصيب نادي الزمالك، ونعدل مسارنا كمان في الدوري العام، ونبقى شغالين بشكل متوازي مع الثلاث بطولات. فالمرحله اللي جايه مرحله صعبه، محتاجه تكاتف من الجميع ومحتاجه دعم من الجميع، وعشان كده مجلس الاداره وفر البطولتين دول، وهتبقى اعداد جيد جدا فنيا للمباريات، والاعداد اللي احنا شغالين عليه مع معتمد جمال الفتره اللي احنا شغالين فيها دلوقتي.